وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسين الهرمي القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية. مساء الخير دكتور وأهلا بك في نشرة الثالثة. كيف تقرأ أداء المستشفيات الحكومية اليوم؟ مساء الخير عليكم. بداية نشكركم على الاستضافة وعلى السماح لنا بتسليط الضوء على المشاريع والجهود التي نقوم بها في المستشفيات الحكومية. طبعا أنا أود في البداية أن أؤكد بأننا في مساعينا للتغير في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه لتفعيل هذا القطاع، القطاع الصحي، طبعا لكون ركيزة أساسية من ركائز التنمية، سواء كان بالاهتمام بالمرضى، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، تحقيقا لرسالة الحكومة الموقرة وتماشيا أكيد مع رؤية مجلس أمناء المستشفيات الحكومية. طبعا في المستشفيات الحكومية وبالذات في المجمع السلمانية مثل ما تفضلت، لأنه يعتبر أهم مرفق طبي حكومي، احنا نقوم بعدة مشاريع وخطوات كثيرة صراحة. بغية التواصل مع كل المستجدات الطبية عبر إعادة مستمرة وقراءة ومراجعة للمشاريع المعمول بها حاليا ودفع بها نحو مزيد من البرامج الإيجابية، وفي هندسة تسعى للتغير بما يخدم المرضى إيجابيا. نعم نعم دكتور، مؤخرا تم تشغيل غرف العمليات يوم السبت وفي الفترة المسائية أيضا، كيف تقيم مدى نجاح هذه الخدمة؟ أوكي، طبعا تم البدء بالمشروع في منتصف يونيو الماضي، وإذا بتكلم معاكم بلغة الأرقام فأكيد مثل ما تفضلت أيضا أنها تشير إلى التحول الفعلي طبعا في عدد العمليات. طبعا العمليات تمت مثل ما تفضلت 13 تخصص طبي متنوع، كان 794 في شهر مايو الماضي، وصلنا إلى 1210 عملية في شهر يونيو الماضي. طبعا يعني الزيادة هذه تقريبا 35%، وهو إنجاز رائع طبعا لأي مستشفى في مدة شهر واحد أن يعني يرفع سقف العمليات إلى هذه الرقم. طبعا احنا نتكلم معكم الحين في الوقت الحالي في أيضا أربع غرف عمليات تحت الصيانة وبانتظار أنها تكون جاهزة للاستعمال، وهذا بحد ذاته مكسب للمرضى بشكل عام. لا. طبعا لابد ان احنا نبين ان لما نتكلم على غرف العمليات وكل هذه لغه الارقام اللي ذكرناها هي بدايه لشمول التغير في كل الاقسام والوحدات بالمستشفيات الحكوميه، بما يحقق الرضا وخاصه لقوائم الانتظار لايجاد مخارج ايجابيه لسرعه تقديم العلاج. نعم الدكتور حسين الهرمي القائم باعمال رئيس قسم العلاقات العامه بالمستشفيات الحكوميه، شكرا جزيلا لك.